مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. شد لك الكاس وارمي على ظهرك وانسى. ما بلاش جو الافلام القديمه اللي انت عايش فيه ده. ومالها الافلام القديمه؟ على الاقل ناسها غير الناس اللي موجودين دلوقتي. وبعدين كل النهايات بتاعتها نهايات سعيده. ايوه عشان الناس تروح فرحانه ومبسوطه وما فيش حد فيهم جاحد. اللي بيروح بيرجع، كله بيرجع. اوه وانا ناقصك انت كمان دلوقتي. كلنا ناقصين حاجات كتيره وقعت مننا في السكه واحنا مش داريين. اغبياء. حلو قوي الجو اللي انت فيه ده. استمر انت بقى وانا اروح انام. هيجيلك نوم، جربتها قبلك وما نفعتش. مش فاهم ايه اللي مفكرك بيا ده. ليه ما حدش عايز يصدق ان انا تبت؟ والله العظيم تبت. ادي الموبايل. طب شد لك كام بس. لا والنبي انا مش عايز ارجع للسكه دي تاني، انا ما صدقت خلصت منها. الروايح الحلوه اللي هي دي. شانيل نمبر 5. هو حلو وسخن بس ريحته غبيه، عشان كده هتلاقي دايما صاحبته عصبيه وخلقها ضيق. انت ايه حمار ما بتفهمش؟ قلت لك صودا بيشتغل. ايه ده؟ هو انت بتعرفهم من ريحتهم؟ من كتر اللي شمته في العياده. عشان الخبره دي تستاهل الكاس بتاعي. النبي كفايه المصايب اللي حصلت لي النهارده. يا عبيد ده ابتلاء. ابتلاء؟ اختبار للتوبه. اختبار للتوبه؟ النبي ارحمني. انا بجد ما بقتش قادر على المصايب. ايه اللي جيبي ده؟ مصايب كتير. ايه ده؟ هو ده الحل. يمسح لك كل اللي فات بأستيكة ويصفر لك العدات وتبدا من جديد. يخرب بيوتكم. العيال شايلين دولاب مخدرات في جيبي ويوم فرحي. لا بجد يخرب بيوتكم. ايه عارفه الجنان ده؟ لو ما كنتش عملت كده كنت هتشل. كل ده ليه؟ ما تكبري مخك بقى. قفل موبايله خالص. ما هو لازم يقفله من كتر زنه. بقالك 3 ساعات نازله زن زن. خفي تعومي يا اختي. ايه يعني هتشل ورد عليا؟ يا بنتي عريس. عريس افهمي بقى. ما هو عشان عريس انا لازم اركد عليه. هو العبيطه اللي راح تتجوزه. هو انت في ايه بينك وبينه طار؟ وبعدين انت مش قلت لي انك شلتي الموضوع ده من دماغك؟ عشان هو زيه زي اي واحد ب 100 وش و100 لون. يحب دي شويه ويمثل على دي شويه وفي الاخر رايح يتجوز سكيتي. عارفه فكك بقى من الحوار ده وقومي نرقص شويه قبل ما نروح. ماشي يا عمر. هتروح مني فين؟ دي فرحة دي بقى ولا شماتة؟ أعوذ بالله. لا كده ولا كده. وما تخليش مخك يروح لبعيد قوي. كل الحكاية بس المنظر كان تحفة. عندك حق بصراحة. المنظر كان غريب فعلا، ما حدش ممكن يتوقعه. هو عمر النواوي كده. صعب إنك تتوقع أي حاجة تخصه أو حتى تجيب آخره. عامل زي المية ملوش ملكة. ما كده مخه هيروح لبعيد. على العموم كل واحد بياخد نصيبه. ميرسي يا غازي. صفوة. نعم. نسيت اقولك ان ضحكتك تجنن. هنبدأها اغاني بقى ولا ايه يا دكتور؟ صفوة احنا محتاجين نقرب من بعض اكتر. لان ساعتها هتعرفي الفرق بين كلام الاغاني وكلامي. تصبح على خير. Thank you.
بتاكل روز فلور مع الملايكه اصلا. انتوا ايه اللي جابكوا يا ست؟ انتوا مش قلتوا هتباتوا هناك؟ الدكتور وصل ولا لسه؟ دكتور ايه يا اختي؟ هو بعد اللي حصل في المدعوق اللي اسمه الفرح ده، ليه نفسي يروح ولا يجي؟ يا بنتي ردي بكلمه واحده، يا يا لا. قوم يا فيل. خلاص ناقصاكي. الدكتور جه ولا لا؟ جه فين؟ يا خراشي هتشليني، هطلع انام. انت يا بنت انت مش تستنى لما اطمن على اخوك يا برده؟ انا برده اصلا، تلاقي اخوكي مش جوزها باظت، هتلاقي اخوكي دلوقتي مقضيها وراجع لاصله. هو مين اللي مقضيها؟ او مين؟ وانا اقول لك. تعالي يا اختي تعالي عشان مش قادر. احكي لي بقى قضاها ازاي. هقول لك. تعالي يا خلاص منك. خلاص تعالى يا بنت. يعني انت يعني انت قافش علشان هي سمعتك كلمتين يعني عشان ابنك يعني مطفش وهج يعني؟ ما هو برضو عنده حق. انت اصلا اب عاق. انت ضيعت فلوسك على الهكس. هكس هلس هبس هكس. الحكاية على الفلوس وبس. الولاعة دي غريبة أوي. ليه؟ بتولع بتولع من غير ما تلمس السيجار. بص ده نوع جديد ده ولا ايه؟ دي غريبة جدا. بص ها انت اللي بتهالك انها بعيدة. ده سكر ده ولا ايه؟ احنا ايه ده؟ سكري احنا سكرنا حاجة. انت شربت حاجة؟ يا عم دبرني انت، اقول لي ازاي ابطل ستات؟ ما هو انا لازم ابطل ستات عشان التوبة تتقبل. اللي يبطل السجاير يبطل ستات. انت لما تشوف اي واحدة ست ايوه غمض عينيك. وانا هبقى شفتها غمض عينيا ازاي؟ تتعمد ما تبصش ناحيتها. بص يمتها. يا عم اشوف واحدة ست قدامي. اه. اروح بقى بصص الناحية التانية كده. شفتها. شفتها برضه. هي اللي جات لك غلط. يعني المفروض تيجي من هنا انت توش الناحية التانية. انت شبه شبه عم حافظ بتملي. خلي بالك انا ايه مين عم حافظ؟ انا في بتاع بقى محارمي هنا قوي من الصبح بتاع دي. الله ايه ده؟ مش عارف بس ريحتها حلوه قوي. دي بتاعت ايه دي؟ نجربها. حلوه ايه؟ الله يا ولدي دي حلوه حلاوه ودماغ ايه؟ دارت كده. هو ايه ده؟ تاخد ولا بلاش بتاع؟ عظمه كبيره بقى يا عم. كبيره؟ الله نديني في العشاء يا ابني. ايه ده؟ ايه؟ فيه نمل كتير قوي. ما تنضفوش النمل دي. نمل تديني حته. اخاف عليك والله. اما هات حته. خلاص هات حته. غمض عينيك واديني حته. طب خد دي. مرارة مزة مزة كده. ايه ده؟ اذا انت وشك عليه نمل كتير قوي. النمل اللي عندك جالي يا اخي. تاخد حتة تانية؟ لا معايا. خد خد حتة تانية. خد دي بس بقى عليها نمل كتير قوي برضه.
اما اديله اما نديله حسن غالي برا حسن غالي برا. بقول لك ايه؟ انا على السرير وانا هروح ابلغ بتوع النمل يجوا ياخدوا النمل. اما اديله العب تكن على الله. اتفضل يا دكتور اتفضل. اتفضل يا دكتور من هنا يا دكتور اتفضل. انت تاني اللي كده العربيه وصلت ده العربيه وصلت. الف الف الحمد لله على السلامه. حلو كويس كويس تمام الحمد لله على سلامتها. الناس الغريبه قد ما اعرفش يركب عربيته. ايه ده حاسب حاسب يا دكتور انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ طالع بعربيتي. عربيتك عربيتك ايه؟ دي عربية الشنط يا دكتور. نفس نفس اللون بتاع ايه؟ عربية الشنط عربيتك ايه؟ مال دي دارت ازاي؟ دورنا نجيب دي. يا دكتور استنى عندك يا دكتور. في ايه؟ استنى في ايه؟ ايه يا دكتور حساب الباركينج يا دكتور. ترامادول مع السلامة يا دكتور. مع السلامة في حفظ الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا دكتور. اتفضل يا سيد. ينيلكم انت اديته الراجل من الهباب ده. ما ده القضبان يا رزة ولازم نوجب معاه في ليلته. الله يخرب بيت البلبع وسنها. السرعه دي خطر وبتلحس الدماغ.
يا عيني عليك يا قبطان، ده زمانك مسقط دلوقتي. إلهي سقطتك من فوق برج الجزيرة يا ولية ولية، انت كده طيار الدماغ المتكلفة بالغالي. ما هو ده تمامك يا سامك، ده انت مش محصل السردين كده. بقى دخلنا في الخلاف الاجتماعي. صدق السيد هي عندها حق، احنا لازم نطمن على القبطان. صح تمام، الراجل ده خير ومغرقنا من ساسنا لراسنا. احنا احسن حاجة نعملها له نجهز له فرش اصلي ونبعته له على البيت. يا خرابي يا لهوي. سيد سيد يا ورولة، بقولك ايه، الحق انا مروح. ها احسن انها رزة هتبهدلش. الاحسن بيشبشب لك قوي. تسمع على خير. تمنها لسمك. سلام يا اخويا. سلام يا رزة. انا رزة. رزة مين يا عم انت؟ ده ايه اللي جاب بيتي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ده بيتي. لا ده بيتي انا. مرجان يا سما تعالى انا عايزاك. رزة يبقى ده بيتي. بيتي وهدور على بيتكم. يلا وهدور على بيتكم. روح هتزين. تطلع جوه ايدي، كل ما ادوس برجلي تطلع جوه ايدي، انا كل ما ادوس برجلي تطلع جوه ايدي، تطلع جوه ايدي، تطلع جوه ايدي، تطلع جوه ايدي. تطلع جوه ايدي. برفان فيجو غندي، العيال دي عملت ريحه. مساء الخير. يوم لما ترجع. سنور. يا ديانك. لفيني سجاره. ايه؟ شكله مش من هنا. لا مش من هنا. امال من ايه؟ ها؟ من ايه؟ من جوه. ينيلك. شكلك كده عايزه نتعرف قبل. ماشي. حتى في ناس بتتاخد كده هو اللي ما تعرفهمش. انا بتاخد. بتتاخد؟ خديني. تعال. اعرفك بنفسي. فريزة فكة. فين؟ ايه؟ بتدور على ايه؟ مش لاقي انا بريزة فكة. شوف يمكن جوه. يا واد انا بريزة فكة، ده اسمي. فكة. اما العنوان بقى. تانك المركزي. لا. في اي حتة مقطوعة ما فيهاش صريخ ابن يومين. حكيم انا بكره الزحمه وبموت في الرحرحه. بموت في ايه؟ الرحرحه. الرحرحه. انا كل ما ادوس برجلي يطلع جوه ايدي. يا ريال انت شكلك مفيم وشدد ستاير. هي الدماغ ايه بالظبط؟ شكلها كده كبير.
ما هو ما ينيلش البني ادم كده الا بكيمياء. قصره لخص قولي فرش ولا غطا؟ فرش ولا غطا؟ اه صدق اللي قاله والله الدوبه في الساونه مكروهه. دماغتي مجنون ولا ايه؟ يا اخويا خلصني. لو فرش هيبقى عندك مكنه وتدارينا من كلاب سكك الشمامه. اما بقى لو غطا هنقضيها في الخانة والغطا هو اللي هيستر. قولي بقى فرش ولا غطا؟ كل ما دوس برجلي يطلع جوه ايدي. هو ايه ده؟ فرش ولا غطا؟ ايه بقى الاصوات اللي انا سامعها دي؟ سلامة السمع يا اخويا، دي كلاب. كلاب صح، انا قلت سامع الكلاب برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ مالك يا اخويا بتبحلق فيا كده ليه؟ سلامة الشوف. العربية قلبت بالنفر ولا ايه؟ كان في عملة قاعدة جنبي هنا اسمها باريزة فكة. وانا اقتحت توأم ريال. وانا وقعت بصرافها ولا ايه؟ ينيالك ينيالك، اموت في البلدي قلب البلد. السلام عليكم. بقول لك يا فت، احنا هنعمل ايه هنا؟ هنسيب العربية دي هنا لو لازمك، انما لو خشيت بيها جوه ما انتش خارج لا انت ولا العربية. امسك. امسك ايه؟ امسك الجزمة ورايا. تعالى ورايا. ده البحر. يا خد بيتك وطي صوتك. ده البحر. حرامي. دماغ ايه اللي انت عاملها دي بس؟ ساكنة هنا. انا حاسس اني سمكة. تعالى مش شايف ولا انت شايف؟ شايف 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 سمك. الله ميه. يا بنت ساكنه في السلم والتعبانه. يا اخويا بقى لك ما تخلص. يخرب بيتك يخرب بيتك بالراحه. ربنا يقويك يا باريزه ويكفيك شر العين يا حبيب. كله على الله يا اختي، ويا ريت بلاش تسيح. ها خدي بالك من الجزمه. تسيح ده ايه؟ ربنا يا اختي ما يجعلنا من قطاعين الارزاق. السلام تعال. يا بنت طلعنا وبعدين نزلنا. ايه ده الباب نازله بالراحه. النهار اسود على البيت اللي هروح. خش برجلك اليمين. باريزه. ها باريزه. ها واحنا نزلنا نزول ولا طلعنا طلوع؟ وانت يا اخويا يهمك ايه وانت متنيل قوي كده؟ خط يا اخويا خط. يخرب بيتك جيبك مليان. ايه القرف ده؟ وانا فين؟ انت في الفيلا الخصوصي بتاعت باريزا. بدرون المزاج والفرفاشه. هم اربع حيطان مشققين بصحيح. انما كل شق منهم سرق من الدنيا كام حته دلع على كام ضحكه. وكله باسمي باريزا اللي معاها هتفك كربك وتحل عقدك. بس انت يا اخويا فك كيس كده واديني اماره. انت يا بنت كنت ضفادع مشاريع بر بقية. انت معايا هتشوف اللي عمرك ما شفته. هشوف قوي. هشوف جدا. هشوف خالص. Thank you.
كده وانت كده. في ايه؟ مالي؟ مش قلتي ارقصي؟ اديني برقص. مش بالطريقه دي. المكان لمم على الشمام. على جزمتي. كلهم عيال. طب قومي نروح. مش عايزه اروح يا يارا، عايزه ارقص يا يارا. انت جرالك ايه؟ وليه كل ده؟ اكيد مش عشان الدكتور اللي اتجوز. وما تحاوليش تقنعيني بكده. انت من اسبوع واحد كانت حالتك غير كده، فجاه اتشقلب حالك؟ اعتبريني يا ستي مجنونه. انا مجنونه؟ عندي شقه. ساعة تروح وساعتي، ساعة تروح وساعتي. بص يا رب النبي، تكلميش معايا في اي حاجة ولا تسأليني على اي حاجة. انا كده ماك كفاية شرب بس بقى. تعالي ده الدكتور يا مغاوري. لا يا ست هلا، مش هو عم حافظ. ايوه حافظ. افتح له بسرعه، افتح له بسرعه. في اللوكاندا يا ست هانم قالوا لي وصله على هنا واديني جبته. أيوة. والاجره كمان مدفوعه يا ست هانم. الاجره كمان مدفوعه؟ طب مين اللي دفعها لك؟ يا عمي ده شكله فينا خالص، اسند معانا يا بلدينا. اهو معاك اهو. ولا قوت الا بالله، احنا ناقصين يا ربي. يا عمي، عمي عمر فين؟ فوقلي فوقلي يا عمي عمر فين؟ اصل الهويس كان مقفول. انا قلت لها بقى افؤاد افؤاد خلي عتريسة تفتح الهويس. ايه ده، هو في ايه؟ ليه بقى جواز فؤاد من عتريسة باطل؟ قول ورايا، جواز فؤاد من عتريسة باطل. باطل. عمي يا عمي يا ست هاني، ما تتعبيش نفسك، دي شكله كده داخل على شيء بالخوف. عمي عمر فين؟ عمر فين؟ عتريسة يا عتريسة دخل جوه. جوه على قطر بسرعة. انا فؤادة، انا فؤادة، انا جامد قوي. خش يا عمي. يا مرتضى يا عمر، ربنا يخليك. اتفضل. السلام عليكم. مستريح وبركاته. ما احبك. ناقصين يا رب، ناقصين. استطاع معانا يا كريم. السمكة في البحر، سمكة سمكة في السوق، سمكة سمكة واو بنيا الشبكة. يا لهوي في شارع بالحارة، وقفت على باب حمارة. مشيت في شارع بالحارة، وقفت على باب حمارة. فضلت أواح مع نفسي، وقلت أخش أشوف نفسي. فضلت أواح مع نفسي، وقلت أخش أشوف نفسي. دخلت جوا الخمارة، شفت عالم سنترابا. دخلت جوه الخمارة، شفت عالم سنترابا. ناس بتشرب بالبيرة، وناس بتظبط كاميرا. ناس كتير كده فايزة، فلوسهم راحت للبيزا. ناس كتير كده فايزة، فلوسهم راحت للبيزا. شربت ربع من المية، والدنيا لفت تايس في الشارع، والدنيا زحمة ومش شايف. طب في زحمة وبلكة، وليه الناس بتفرح بالزيطة؟ شوف في زحمة وبلكة، وناس بتفرح بالزيطة. والبادي راحت من راسي، وقعت على وشي وراسي. قلت انا اشكي جراحي، قلتي مصهر. من فضلك الدكتور عمر النووي موجود؟ لا يا فندم، هو في اجازه. ما انا عارفه ان هو في اجازه، بس يعني ما قطعش الاجازه ورجع تاني وكده. لا للاسف هو لسه في اجازه يا فندم. ترى انت فين يا عمر؟ مدام تينا. دكتور اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك.
خير؟ في حاجة؟ ما أظنش يا دكتور غازي إن في خير خالص. ليه بس كده؟ طب قولي لي في إيه وإحنا نتصرف؟ من ساعة اللي حصل مع عمر في الفرح وعمر مش لاقيين ومحدش فينا عارف عنه حاجة خالص. ما يمكن سافر يغير مود بعد اللي حصل في الفرح، أكيد نفسيته مش مظبوطة. لا 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 يا دكتور، كان كلمني عشان أطمن عليه. هو أكيد عارف إن أنا دلوقتي هموت عليه. أنا حاسة إن قلبي مش مطمن، حاسة إن ممكن يكون جرى له حاجة. إيه ده في إيه؟ هديتي مالك؟ في إيه يا مدام تينا؟ مالك في إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنت متأكد من الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ يا دكتور أنا لسه شايف أخته بعينيا وسامعها بوداني وهي بتقول إنه مختفي. دي كمان كانت بتفكر إنها تبلغ البوليس. بوليس؟ هي وصلت للدرجة دي؟ فجأة وقعت من طولها ونقلوها للطوارئ. تقريبا كده دكتور، يا ضغط يا سكر. ضغط وسكر ونقلوها للطوارئ. طب هي كانت لوحدها؟ يا دكتور عوني مش ده موضوعنا. احنا في الفرصة اللي جات لنا من السماء، صاحبنا مختفي والكل ملهي والجو خالي. نعدي فواتير المعدات بتاعتنا ولا من شاف ولا من دري. انت هتفضل طول عمرك غبي. ولا انا ليه دايما اقول لك قلبي مش مطوعني ان اقول لك يا دكتور؟ وبعدين انت ناسي غازي ده نسخه من صاحبك وهو عينه اللي بيشوف بيها في غيابه. يا دكتور عوني غازي ده لحمه طري، يعني سهل قوي يتحط في حبنا. وحكايته مع الدكتوره صفوه ممكن قوي نلعب بيها. ده غير انه ملهي بتهد صاحبه، يعني الموضوع ده ممكن ياخد له يومين او ثلاثه ويمكن الغيبه تطول. بلاش تيجي ورايا يا مرتضى. ليه بس يا دكتور؟ ما تجيش ورايا. خلاص بلاش. قولون عندك بايظ، ما ينفعش انت بتعمليه في نفسك ده. لا في نظام في اكل ولا ضغط مظبوط، كده خطر عليكي. عندك حق يا دكتور، بس الحمد لله الحقنه ريحتني. دي مجرد مسكن واكيد مش هتعيش على المسكنات. انا هقولك على اسم متخصص تبشري معاه، ويا ريت ما تكسليش. حاضر، بس اطمن على عمر الاول وبعدين يبقى لها الف حلال. خير ده انا ما صدقتش والله لما سمعت. ايه ماله جنبك؟ ايه خير يا دكتور مالها؟ مفيش، قولون عصبي وضغط دم مرتفع. ايه ده انت لسه صغننه على الحاجات دي؟ اطمن يا دكتور اطمن. وايه حكايه اختفاء الدكتور عمر دي؟ طمنت عليها؟ تمام، شويه وهتبقى كويسه. كويس مالك؟ مال يعني عادي. على فكره دي اخت عمر وواجب ان نهتم بيها. وانت بتقولي الكلام ده انا ليه؟ عشان مخك ما يروحش لبعيد. الظاهر ان انت اللي بتعيش نفسك في اوهام. طب وماله؟ ايه اللي النهارده اوهام بكره يبقى حقيقه؟ شكلي اتخميت فيك وهتطلع مغرور. شكلنا احنا اللي مش هنطول وهنقرب لبعض بسرعه. ده الهبل ده ولا ايه؟ سيبك منه، المهم احنا كنا بنقول ايه؟ دماغي هتتفرتك. طب وانا مالي؟ يابا عمو ما بحبش حد يشرب مطرحي. بس انا بحب عادي. بقول لك ايه، هو عمر لسه ما ظهرش؟ لسه. واختك لسه بتدور عليه؟ لسه. وهي تعبه روحها ليه؟ هي دي اول مره يعملها. قلت لها الكلام ده، قالت لي اول مره يعملها من اول ما انصلح حاله. اكن حاله ده زرار يدوس عليه ينصلح على طول. تخلف ايه؟ هو انا لو قلت لك على سر هتقولي؟ طبعا، الا لو فتحت مخك معايا. بس انا حاسس بوجه الذنب وضميري بيوجعني.
ضيعت فلوس مين تاني؟ فلوس قلم وفلوس. انا كدبت على اختك وقلت لها ان انا ما شفتش عمر. وانت شفته؟ امبارح في البار بتاع الاوتيل. يا نهار اسود، يبقى كده بنت يا معلم، القاموس شرب لحد ما اتدرمغ وشقط زغلول وطار معاه على العش. والله جايز وجايز مش جايز. يعني ايه؟ اصل انا شدينا بتاع زي القرنفل كده، اول ما شديناها الدنيا ظلمت والهويس اتفتح ولقيت يحيى شاهين عمال يقول جواز عتريس من فوقها ده باطل باطل. يا نهار اسود، وهو شد معاك؟ يا نهار اسود، كده ضاع يا برنس. مش بقول لك ضميري بيوجعني. صباح المباركة يا عريس. صباح المباركة. صباح المباركة مين؟ منافسة تشتعل من المرشح الياسي المحتملين، ويتقدم المرشح ربيع رجائي بقوة باعتباره أحد أقطاب المعارضة في العهد الباقي، في الوقت الذي يقف له مرشح التيار الديني حاتم أبو سويلم بالمرصاد. أنت لسه قاعد بتتفرج على التلفزيون؟ أنت لازم، إحنا عندنا ميعاد مهم قوي في الحملة وكمان لسه ما لبستش. مش عارفه يا اخي انت جايب برود الاعصاب ده كله منين؟ برود ايه وبتاع ايه؟ الميعاد لسه عليه 3 ساعات. انا شفت البرنامج ده امبارح. على فكره بقى، ابو سويلم ده دافع لهم ودافع لهم كويس قوي، وانا قلت لك بس انت ما بتسمعش الكلام. بقول لك ايه يا ربيع، انا لازم اشوف حد من بتوع الاعلام يبقى في ظهرك ويظبطك. يوه، احنا هنعيده تاني. انا قايم البس اهو. وعملت طيب، بس يلا عشان ما اتاخرش بقى. هي عارفه فين؟ اوه، هو ده وقت عفه دلوقتي؟ ما يلا يا ربيع هنتاخر على الميعاد. انا بقى لي اسبوع ما شفتهاش. هتكون فين يعني؟ في اوضتها، هي بتصحى دلوقتي. يلا هنتاخر يا ربيع. يا نهار اسود، انا مش فاكر حاجه خالص. انا اخر حاجه فاكرها عمي حافظ والبار. هدي البنطلون. جيب البنطلون. انا ما اعرفش يا حبيبي غير اني لقيت واحده بتكلمني وبتقولي ان انت مرمي في الشارع، وانا عشان بحبك وبموت فيك وقلبي ابيض مش زيك جريت على ملا وشي لقيتك مرمي في الطرق، شلتك وجبتك هنا. مين الواحده دي؟ ما اعرفش، بس اكيد واحده عندها ذوق قلبها بيحس. اختارت اكتر واحده بتحبك ومش هتسيبك ولا تبيعك حتى لو في اخر الدنيا. هو ده اللي مجنني. اشمعنى كلمتك انت بالذات؟ مش يمكن عشان اخر نمره على موبايلك؟ ولا انت مش واخد بالك اني كلمتك مليون مره وانت ما ردتش عليا؟ طب فين موبايلي؟ موبايلك اكيد اتسرق زي ما اتسرق منك حاجات تانية. هما سرقوا ايه تاني؟ تعالى تعالي يا تعالي والله ما عملت حاجه. تعالي بس ابعيني 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 يا محمد. تعالي من ورايا، فاكرها هتخين عليا وشرف اهلي يا خالي جزتك تشد الدم في كل حته. ما عملتش حاجه. هتروحي منك ايه؟ هتروحي منك ايه؟ هتروحي منك ايه؟ وحياه ربنا ما عملت حاجه. انت لسه بتقع لسه بتقع حبيبي. انا هاخدك بره في الحاره عشان صوتك. حرام عليك يا بنت، انا برضه باريزه. حرام عليك. وايه يعني باريزه؟ رخيصه وما لهاش قيمه وكانت هتبيعها. توبه توبه والنبي توبه، اعتقلي والنبي. انت عارفه عامله زي اللي انت عملتيها دي توصلنا لفين ولا مش عارفه؟ لا مش عارفه. حرام عليك والله العظيم، انا ما عملت حاجه. الراجل كان هيموت في ايدي وانت كلم اي حد من الحيطه عشان يغريته. حرام عليك. ممكن هيموت. اه والله. من ورايا! مش راجل من ورايا! انت مش راجل من ورايا يا بنت الكلب! اول واخر مرة، اول واخر مرة والبص على الشيء. بص يا باريزا، الخلوص الاول عنده ملوش تاني! والغلطة فورة! وخدي بقى كتم خلوص على جتتك. ده انا اتبفضت على الاخر، مفيش حتة في الجيم المفاتيح العربية مش لاقيها.
انا لقيتك زي ما انت كده لا مفاتيح ولا عربيه، شنطتك هنا بينك وعلى بيتي. تقومي تجيني لغايه هنا، تقومي تجيني لغايه هنا، ده انتوا بيتكم مترشح في الراس، دخلتيني ازاي؟ ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش خواف كده. ايه اول مره؟ ايه ما احنا ياما يا ست سيبيني في حالي بقى، سيبيني في حالي بقى، ممكن زي ما دخلتيني من هنا تخرجيني من هنا، انا مش ناقص مشاكل. هو بذمتك انا ينفع اسيبك بعد ما ظروف جامعتنا تاني؟ كنت عايز تتجوز وتسيبني يا سي عمر. ايه بنت السقعيه دي؟ ايه بنت السقعيه اللي انت فيها دي؟ واديني يا ست الجوازه اتنيلت باظت، ممكن بقى تتنيلي تخليني اخرج من هنا عشان ما يتنيلش حد يشوفنا. ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش كده وبقيت كده، ربنا عايزني كده. اكفاري واعترضي بقى يا عفا. نهار اسود يا بابي. رئيس لسه يا اخي ما بقاش رئيس. بس محتمل يا اختي، محتمل. صح يا بيبي. لحظه يا بابي جاي. رايح فين يا ابني انت؟ حاضر يا بابي. يا عمر تريح فيها طبعا. يا بابي حاضر. ماشي صح يا بيبي. حاضر يا بابي. ايه يا بابي ازيك؟ ايه يا حبيبتي، ايه كنت بتعمل ايه؟ ما بعملش، بس انا كنت داخل اخد شاور بس. طمنيني عليك، عامله ايه؟ انا كويسه، انا كويسه الحمد لله، كله تمام، كله تمام يا بابي. انت اخبارك ايه؟ اخبار الشغل ايه؟ مال وشك كده؟ لا بس يمكن عشان لسه صاحيه يعني مفيش حاجه. ربيع مامي ربيع انت مش عارف ان احنا عندنا ميعاد متاخرين. يلا يلا بقى يلا عمر. عمر انت يا ابني انت سيب هذا طبعي. عمر خد بالك هتقع. بتقولي ايه؟ شربوا كاس؟ ايوان، والكاس جر كاس لحد ما بقت ازايز، والطوبه بتاعت اخوكي بقت في شنك وراحت مع اللي راحوا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا عم. انا كان مخي فين لما وافقت ان هو يقعد معانا؟ انا طول عمري عارفه انه قص فساد، وعارفه ان هو اللي هيبوظ عمر. يا معدتي. بالراحه يا بيبي على نفسك شويه، مش كل حاجه تاخديها على اعصابك كده. ورقي كده حبتين. اورق؟ اورق؟ هو انا القانون جالي من شويه الورق يا قالي. بص احنا نطمن على عمر الاول، بعد كده حلها الف حلال. تاكل ايس كريم؟ ايس كريم يا برده؟ ايس كريم ايه يا برده؟ وبعدين فعلا في موضوع اخوكي ده، ده لحد دلوقتي ما جاش. اسمعي انا هبلغ عنه البوليس، غيابه ده مش طبيعي. بوليس ايه؟ بقول لك شربوا مع بعض ازايز، ده غير الضرب اللي ضربوها مع بعض. يعني اخوكي دلوقتي خلاص زمنه بقى مدمن. عايزه تسلميه؟ تقولي على اخوكي مدمن؟ تقولي على الدكتور عمر مدمن؟ وانا مالي؟ ما تروحي تشطري على الديلر بتاعه. عندك حق والله، اللي انا موريك يا عم. لا ايه ده؟ عم حافظ يا نهار اسوح. يا عم يا عم حافظ، يا عم حافظ، بدل ما تقف جنب ابن اخوك وتساعده على التوبه، بدل ما تديله كاس وتعمل فيها ابليس وتخلي الواد يجيب البلاوي السودا دي كلها وراه واحنا مش عارفين اخرتها ايه. بنت الزبا دي فتانه كدابه، انا ما قلتلهاش حاجه، انت عايزه تخرب البيت. انا بريء. بريء؟ افتح. بقول لك افتح الباب يا عمي، افتح. مش فاتح. مش فاتح؟ يا نهار اسمح. انا هنا. انت هنا؟ عمي افتح الباب، ولا الف باب يحجزني بيني وبينك لحد ما اعرف عملت ايه في الوقت. انا مالي؟ واخوك صغير نخه، ده دكتور قد الدنيا، ولو ما كانش له مزاج يشرب ما كانش شرب، انا ما ضربتوش على ايده. وبعدين يعني هو انا كنت فايقله؟ طب افتح الباب يا عمي، افتح الباب. مش فاتح. ايوه مش فاتح. انا عارف لو الباب اتفتح هيحصل ايه، عشان كده عمي. معلش يا بيلي زي بنتي، كل اول وله اخر. انا تعبت قوي يا عم ايوب، كفايه قوي اللي انا شايلاه من وحشك كده بالسكك ومرمطه الشوارع. انا جدتي مش متحمله ضرب. وانت ايه بس يا بنتي اللي رماكي على الشغلانه دي؟ يا عم ايوب ده روح، انا خفت الواد يا اخويا يروح مني ولا يجرى له حاجه، قلت الحقه واحنا في السليم، والواد ما كانش حاسس بحاجه ولا حد يعرفنا. وانت مالك؟ ما انت كل نوبه بتعملي اللي عليكي وزياده،
وبتخلعي وبتسيب خلوصي هو اللي يتصرف. ما هي اخويا كان عامل زي البليله محشيه لوز، فلوس ومحمول وعربيه وياما في الجراب. بس 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 يا بت، جراش له ودان. اللي حاسس بنفسيتي يا عم ايوب ان مفيش ولا حد من اللي انا استنجدت بيهم حاول حتى يمد لي ايده. الناس معذوره يا بنتي، الخوف بيشيل اللسان ويلجم الايد ويحني الظهر. ايوه ايوه جراح يا عم ايوب، بعد ما احكي لك همي واشكي لك همي وانت عم تنضف لي زيد الذمه، خلاص الفانوس اهو. خلاص يا بنتي معلش، العتب على النظر، مع ان النضاره معايا والله بس ما بشوفش بيها حاجه. يا اخويا ما تروح لدكتور يدوك يديك مرهم ولا يديك قطر عينك دي. يوه كعوبي اتنحلت من لفه على الدكاتره، وعشان نظري يرجع زي ما كان لازم له شيء وشويات، فقلت يا تاخدها من قصيره اللي فاضل في العمر يكفي شويه النظر اللي عندي، وانا عندي نظر برضه. ربنا يديك الصحه يا عم ايوب. يلا بينا يا بنتي كمل شغلنا. يلا. يا بنت كريم يا رب. الف سلام عليك يا ابني حبيبي، طمني انت بخير؟ الحمد لله الحمد لله، بس دماغي قد كده يا تينا. يومين يومين يا عمر لا حس ولا خبر، ده انا كنت هتجنن، ده انا شويه شويه كنت هجيب منادي انادي عليك في الشوارع. يومين حبيبي. يومين يا عمر. خدي امورك وبطلع. ايه اللي حصل؟ خدي يا سلام. اشرب يا حبيبي. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا. كنت عايزه ابلغ البوليس بس انا امنتك. عمر لا 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 لا، وشك مصفر ودبلان وخاسس وهدومك متبهدله، ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ احكي لي اللي حصل ولا يتقال ولا يتحكي يا تينا. يعني ايه؟ انت رجعت للشقاوة تاني يا دكتور ولا ايه؟ اصبري بقى يا ست خليه يحكي لنا الحكاية، احكي يا دكتور. خلاص يا ست خلاص والنبي. امشي يا بنت امشي. احكي لنا يا عمر يا حبيبي انت رجعت للشقاوة تاني؟ قصدي احكي لنا احكي لنا، عايزين نفهم عايزين نفهم يعني. يا تينا انا نفسي مش فاهم اللي حصل ولا فاهم اي حاجة، كل اللي فاكره الكاس وده والراجل ده اهو اهو. كلمة الحق اتقالت، يعني انا ما عنديش فكرة عن اي حاجة ولا حتى اعرف كان فين. اي خدمة تانية يا ستي؟ وعيدك خلينا اطمن على حبيبي. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس يا عمي. عملت فيه ايه؟ زن شيطانك عمل فيه ايه؟ ما عملش حاجة، حتى اسأل الشيطان. انا كنت قاعد في البار مع نفسي. ايوه لقيته هوب دخل عليا وحاله قرب، قلت اخفف عنه شويه، انا سيب بكاسين. قال لا الشرب حرام. بعد ما شرب الكاسين راح مطلع نقله مخدرات من جيبه، شدينا فرع. النمل كتر كتر. خلصت. فرع شروم؟ شفتي يعني كان ليه حق ما قلت لك بلاش تبلغ البوليس. صح صح صح، النمل والفرع. بعد كده بقى حصل ايه؟ حصل ايه؟ ما انا كان مغمى عليا، بس فوقوني فوقوني. اول ما فوقوني قلت اجري عشان الهويس اتفتح، قلت له اضرب يا عبد الهادي. عبد الهادي؟ اضرب يا عبد الهادي، خدوا قوت يا عبد الهادي. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. اهلا اهلا. كل ما اقول لحد بريزه فكه يبص لي ويتنح، هو ايه اصله ده؟ كاني بتكلم لويندي ولا اوغندي. يا اخويا مالك متلبش كده ليه؟ ما تفك حبه. اصل الحته دي مقطوعه وانا خايف حد يثبتنا. ويا اخويا لما بتخاف كنت بتلغي ليه ان شاء الله؟ ولا تكونش باخدني يا لهوي مين دول؟ عمي اطلع بسرعه بقى في المفاجاه دي. حلوه يا ولاد الكلب، انت كنت بتفاجئنا حفله ولا ايه؟ حفله. اطلع بسرعه يا جدعان عسل. ايه وده كل اللي حصل وده كل اللي انا فاكره. اخس عليك يا عمر، كنت فاكراني غاليه عندك قوي، وخصوصا بعد ما حلفت بحياتي انك مش هترجع للسكه دي تاني ابدا. بس هقول ايه؟ يا خساره. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا تبت. انتوا ليه مش مصدقيني؟ هو انا من الكفار ولا شايفيني بقرون حمراء؟ عمر. نعم. اول ما عرفت ان انا ست معيوبه وما بخلفش طلبت طلاق من جوزي، وقلت بكرامتي كده بدل ما في يوم من الايام الاقي نفسي مرميه في الشارع. ساعتها رجعت لكم
واتلهيت فيك وفي مشاكلك وفي تربيتك. تربيتك انت واختك. كل ما ببص في وشك وفي وش اختك اقول الحمد لله. ربنا قطع من هنا وبيوصل هنا. خصوصا انت يا عمر. كل ما ببص في وشك بحس انك ابن الفكر اللي انا ما خلفتهوش. عرفت ليه انا بحبك قوي وبخاف عليك قد ايه؟ والله العظيم انا مقدر كل ده وحاسس بيكي قوي، بس انت لازم تصدقيني. اصدقك ازاي؟ اصدقك ازاي وانا قلبي موجوع عليك؟ تروح تضرب ازازة مش عارف ايه وفرح مدرك ايه وتتوه وتتسرق فلوسك وعربيتك واليوم اللي سقط منك وانا مش عارفه ايه اللي حصل لك فيه وانت مش داريان يا عمر. ولا حاجه ان شاء الله. هيكون حصل ايه يعني حبيبتي؟ هيكون حصل ايه يعني؟ ولا حاجه. وبعدين ده اختبار، قلنا اكيد اختبار. هي الجوازه دي ما كانتش مريحاني من الاول وانا قلت لك. يعني انا كنت غصبتك عليها؟ لا بصراحه لا، مش عارف العكوسات دي كلها جايه لي منين. نعم والمصحف تبت، والله العظيم تبت. انت ليه برضو مش عايزه تصدقيني؟ هصدقك هصدقك. يلا ركز في شغلك عشان ما بقاش موت وخرب ديار. طب ابتسامة. ايوه كده، ايوه يا تينا بقى، ايوه كده. بس انا مش هرتاح لما اعرف يوم الجمعه ده راح فين. معقول يا دكتور الناس خللت من كتر الانتظار وما بقتش عارفه اقول لهم ايه؟ اسمعيني كويس يا حنان وركزي معايا. خير؟ انا فرحي فرح. انا كان يوم ايه؟ كان يوم ايه؟ كان يوم الخميس. الخميس صح، ما انا قلت لك انه الخميس. احنا عارفين انه الخميس. حلو قوي. انا بقى دايخ على يوم الجمعه لاني صحيت لقيت نفسي السبت. مالك يا دكتور؟ هو حضرتك تعبان؟ يا حنان ركزي مع الدكتور شويه، في يوم وقع منه يمكن لقيتيه ولا حاجه. لقيته ايه انت كمان؟ انت بتهزر؟ احنا بندور على المفتاح ضايع. يا صلاح. خلاص ما لقيتوش ما لقيتوش. ركزي معايا يا حنان، ركزي معايا. انا مثلا مثلا كلمتك في اليوم ده مثلا؟ مثلا؟ لا. جيت العياده مثلا؟ مثلا مثلا. ولا جيت العياده؟ فتحنا العياده مثلا. اصلا الجمعه اجازه. طب ما انا عارف ان الجمعه اجازه، انا كل ما اكلم حد يقول لي الجمعه اجازه. طب ما ندور في حته ثانيه يا دكتور. مش طلع بره يا بره يا بره. ركز يا حنان. بره بره. ولا جيت لي خالص الجمعه انا؟ ابدا. طب اطلع بره.
لحد امتى هتفضلي حتة لحمة مرمية لكلاب السكك اللي ما بتشبعش؟ ده هتبقي البانة ببق كل عيل ياخد منها حلاوتها وتفها تحت رجليه. اخرتها يا ابليس، لحد امتى الدنيا هتفضل تفك فيكي؟ تقوم قلع الجزمة وعايش براحتك انت. انا حاسس ان انا مكان الرحراحة، بس اللي مجننا قبطان انت ليه رابط روحك بيهم لغاية دلوقتي؟ نم نفسك بدل ما تتدارى هنا وتتداوى. دي اهل حدتي وبنطقتي الاصلية، مش ابن بلد ولا اه؟ طبعا طبعا، بس انا بصراحة ببقى فرحان وانا جاي هنا، عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت اللي بتسوق وانا برتاح. اقدر اتفضل يا صلاح بيه. ماشي اتفضل يا صلاح بيه. اتفضلك اتفضل يا دكتور. اتفضل يا قبطان. وحياة امك لكون عاملة عليك فتة وفرقعة الغلابة يا ابو دراجي يا ابو الشمامة. نزل ايدي. ابعد عينك عنها. انا واحدة ست مدهد عليها. طب خدي يلا. امال انت اللي تمد ايدك على واحدة ست؟ سيبوكوا بقى من كل ده وركزوا معايا. ركز يا مرجان. اه وانت برضو يا سيد ركز معانا. يوم الفرح، يوم الفرح كان يوم ايه؟ مدام فرح يبقى يوم الخميس. احنا عارفين يا ابني يوم الخميس كان فزوره، ما انا عارف انه الخميس. انا بقى صحيت لقيت نفسي السبت. الجمعة بقى، الجمعة اللي بتوينهم ده راح فين؟ أيوة راح فين؟ راح فين؟ بس ليه؟
الجمعه اجازه. ايه الغبايه اللي انا وقعت في وسطيها دي؟ ياد ما احنا عارفين ان الجمعه اجازه. ايه الجديد؟ انت كده ركزت؟ ما تركز معايا يا مرجان. ركزت اهو. احنا عارفين ان الجمعه اجازه. انا في يوم وقع مني بدور عليه في وسط الاسبوع مش لاقيه. انت دوست ايه اللي لقيته عدم المؤاخذه؟ دوست اللي لقيت الفرح؟ اه البتاع اللي كان في سيلوفان الشفافه ده، الاخضر شبه البانجو ده. ايوه مشروب كيف القلاجه والمنجاها والهباه. اه ده جابوا لنا واحد مجبر وازاي حبيبنا زيك تاني. هو ده مصيبه سودا. ده انا خدته من هنا ودماغي فيمت وعيني عكوسات ومبقتش فاهم اي حاجه خالص. ويوم الجمعه مال الجمعه يا حبيبي؟ انا اقول يا بنت الجمعه مال؟ هو ايدي يا بنت بغض النظر. بغض النظر اهو. ليه؟ تغد البصر. قول لي يوم الجمعه راح فين؟ ازاي ده مرجان؟ ايدك فيه ايه؟ انت اخويا واختي. يا ريت لو المصحف اختي اهو. طول عمرك فهيم يا قضبان. هي كده دماغ زباله تخليك تقتل القتيل وما انتش حاسس، بتقوم ييح زي اهل الكهف. هي اهل الكهف اللي انا وقعت في وسطيهم، محدش فاهم حاجه. الله الله مالك يا غزال؟ الغزال اتكسر كمان ولا ايه؟ بس كده يا رحمك لسه احرق دوائي. معلش معلش انا جايب لك لقمه. ايه بقى تقوم بيها عضل؟ بطلي بقى جو النكد والعياط ده. حبه لحمه راس مربطوني يا خلوص. معلش كلاب السكك ياما، وبعدين برزرز اللي نفسه في العسل. يستحمل قرص نحله بقى ولا ايه؟ ولا حتى اخد ما شاء الله اللي كانت في رقبتي. خد ما شاء الله مش هيتهنوا بيها، الحرام ما بيدومش. اساليني انا. بقول لك ايه، ارزعينا بقى اتنين ابو نعناع كده يساعدونا في هضم الاكله دي. يلا. انا مش نازله شغل تاني. صح عندك حق ومليون صح، بس الجمله دي ناقصها كماله. كماله؟ اه كماله ايه؟ هقول لك انا بقى يا اختي، انت مش نازله الشغل تاني لوحدك ورجلي على رجلك. يا اخويا ما تكتب فيا ثواب وتشغلني في اي بيت من البيوت. شغل البيوت انضف واحسن، اهم اربع حيطان يلموا لحمي من كلاب السكك الشمامه. يا غايبه غايبه والله. الشقه اللي بتتكلمي عليها دي الحكومه معاها مفاتيحها، اول ما بتزنقوا يفتحوا ويقشلوا فيها ويعملوا الليله. انما شغل السريحه بتاعنا ده صلاه النبي، ده اعمال حره بصحيح. ولا تبقي مجبوره المعلمه ولا تبقي تحت عين حكومه. ما ترزعينا بقى ابو نعناع. ما تيجي ناكل لحمه الراس قبل ما تبر. انا بقول كده برضه. كويس انك هنا يا دكتور غازي عشان تشهد. مالك يا دكتور؟ في حد مضايقك؟ يشهد عليا يا دكتور لو سمحتي فسري كلامك. ازاي ابقى كاتبه امبارح تقرير عن طفل دخل الحضانه بازمه حساسيه على صدره ومحتاج رعايه مش اقل من اسبوع، وتيجي المستشفى تخرجه تاني يوم وتعرض حياته للخطر؟ طب اهدي بس يا دكتوره، ما يمكن اهله هم اللي طالبين كده. اهله واقفين عند الحسابات يا دكتور بيعيطوا بيعيطوا بالدموع علشان الطفل ما يخرجش، ناقص يخلعوا هدومهم. دكتوره صفوه، هل حصل قبل كده ان المستشفى دي اثرت معاكي في مرتبك؟ من فضلك يا دكتور عون. انت بتاخدي مرتب قد اللي بياخده اي زميل ليكي اتخرج معاكي في نفس السنه 10 مرات. وبعدين سيد الحضانه اللي انت بتتكلمي عليه ده بيكلف المستشفى مبلغ فلكي ما تحلميش بيه. وعشان المستشفى دي تفضل كبيره وتفضلي حضرتك تاخدي المرتب الكبير اللي انت بتاخديه، يبقى لازم اللي يجي عندنا هنا يبقى قد دخول المستشفى. دي لغه حوار انا مش هقدر استحملها. يا دكتوره الموضوع مش مستاهل، وبعدين الحل بسيط، احنا نشوف حاله الطفل وصلت لايه، ولو فعلا محتاج رعايه ننقله بعربيه اسعاف لاي مستشفى تاني يكون ارخص شويه. ما اظنش ان دكتور عمر النواوي لو عرف هيبقى مبسوط. دكتور عمر النواوي ودخله ايه في الموضوع ده؟ هو مش شريك هنا؟ أنا بقى هقوله ونشوف. الإدارة مسؤوليتها أنا يا دكتورة، والدكتور عمر النواوي بتاعك ده يا دوب شريك، وشريك بنسبة قد كده. بس النسبة اللي قد كده دي يا دكتور عاون إن شاء الله. عاوني أه عاوني أه. النسبة اللي قد كده دي تسمح لي إني أرجع الطفل الحضانة تاني، صح ولا أنت
ليك رأي تاني ولا ايه؟ ماليش رأي تاني يا عمر. خير يا دكتور؟ طمني أرجوك. متقلقش خالص، حاجة بتحصل كتير جدا جدا جدا، وما تشغلش بالك، تقدر تيجي في أي وقت وهيفضل هنا، مش هيخرج إلا ما يبقى كويس أوي وزي الفل. أنا مش عارف أقول لك يا دكتور، كتر ألف خيرك. وعلى فكرة والله أنا قلت لهم أنا مستعد دمدي على شيكات كمبيالات، بس ما يخرجوش ابني وهو تعبان كده. أرجوك يا دكتور والنبي. ولا شيكات إيه؟ ولا شيكات ولا دولة. أنت تتفضل دلوقتي تروح وتيجي كل يوم تطمن عليه لغاية لما ياخد منك. معقولة؟ كتر ألف خيرك يا دكتور، كتر ألف خيرك، ربنا يكتر من أمثالك يا رب. مش عارف أقول لك إيه، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. من هنا. معلش يا دكتور. ولا يهمك. ربنا يبارك لك، ربنا يكتر من أمثالك. كنت متأكدة إن ده هيبقى موقفك. كويس، هو لسه في حاجة أنت متأكدة فيها؟ أنت كنت غصان فين امبارح؟ دي أختك كانت هتتجنن عليك. قولي لي يا صفا، أنا فرحي كان يوم إيه؟ فرحك؟ أعتقد كان يوم خميس؟ أيوة صح، مترددة ليه؟ هو الخميس فعلا. الجمعة بقى، الجمعة اللي بعديها. ايه؟ مش فاهمة قصدك ايه؟ انا قلت بالاول محدش فاهم اي حاجة. وحشتني يا خالد يا ابني، وحشتني اوي. انا كمان موحشتكش. طيب هكلمك، يمكن ترد علي المرة دي. ها؟ لو انا وحشتك رد علي. يلا رد علي بقى، شو انت وحشتني يا ابني. ما يردش علي، يمكن مشغول ولا نايم ولا يا عمو. ولا يا عمو. نوم نوم نوم. انت ايه ما بتزهقش؟ ده احنا بقينا العصر. حصة اعمل ايه؟ ما هو الزهق دواه النوم. بقول لك ايه، انا جيت المدرسه ما لقيتش اي حد في البيت، وهنادي عامله الغدا زي ما تينا قالت لها بالظبط، فقلت بقى نيجي نتغدى انا وانت سوا. يا ترى تسجلها كام في كندا دلوقتي؟ ولا ايش عرفني يا عمو. هو خالد لسه برضو ما بيردش؟ بطلبه بالنهار ما بيردش، بالليل ما بيردش. الظاهر النمره غلط، ولا الظاهر مسح نمرتي من عنده. شكلك انت اصلا نمرتك فيها حاجه غلط. يعني ايه؟ ما يكونش مسح النمره للدرجة دي؟ هنت عليه؟ لا يا حبيبي، ما لو كان مسح النمرة كان هيرد عليك، لأنه ساعتها مش هيبقى عارف إن أنت اللي بتتصل. فتح مخك معايا كده. أيوه عندك حق. أنا جهزت لك اللي أمرتني بيها يا ست الكل. يوه اخلص وخلصنا عشان تلحق تروح للدكتور. يلا يا صلاح. طب مش محتاجة أي حاجة يا ست الكل؟ لا متشكرين قوي، انجز وخلصنا لأحسن. هما ساعتين وابقى عدي عليا. أوكي. إيه ده؟ مدام أكتفينا؟ اهلا يا منى. اهلا مدام منى. حسن اعرفك باشهر مديرة سنتر في البلد، مدام تينا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ده حسن جوزي، ودول توأم القرود اللي مجننيننا. سلموا على طنطي يا ولاد. اهلا يا حبيبتي. اهلا، بسم الله ما شاء الله. اهلا يا حبيبي، ربنا يخليهم لك يا منى. ميرسي يا حبيبتي. طيب اسيبكم، فرصه سعيده. انا اسعد. ها قولي لي عامله ايه بقى؟ أخبارك إيه؟ ربنا يكون في عونك يا ست هانم. اتفضلي يا منى، كل البنات في انتظارك. بس وحياتك ما تأخرينيش لحسن الراجل متدبس في العيال وهيخنقني. آه طبعًا طبعًا. اتفضلي.
مالك يا تينا في ايه؟ لا لا ما فيش حاجة، أخبار الشغل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام، أنا شفتك من الشباك واقفة مع طريقك ومعاكم مدام منى، أنا قلت إيه الغازي؟ ولا الغاز ولا حاجة، منى دي تبقى مراته. واو، أنت ما كنتش تعرفي؟ لا ما كنتش أعرف. وعندها منه توأم زي القمر، ربنا يخليه له. امورك بيستعجلك بره. ما تخلصي يا غندوره، فاكره نفسك في الكوافير. حالا يا روح الروح. بسرعه استنيكي بره انا. ها تعويش عينيا. مش حاسس انا عليا دي. بقول لك ايه، يلا معايا. يلا يا اختي، يلا يا اختي، استنى البس النضاره. يلا يلا ماشي يا سنيوره. كده كده اهو. يا ابن الايه يا غازي، بتقع انت بشويه اماكن حنينه كده. لعيب لعيب يا دكتور، مفيش اكتر من الحنيه، بس انت الظاهر التوبه نسيتك. اختبار اختبار الحمد لله. بص 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 ايه، مش الشعر السايح ده انت اصحابك سايح؟ تعاوني. اه سايح ده هو. يا ابن الايه ده شكله ظابط مزه وعايش. وقاعد في الضيق وايه؟ تيجي ندخل عليه. ندخل عليه؟ اه. مش عايزين مشاكل بقى، خلينا في حالنا. بلا مشاكل بلا بتاع، تعالى بس معاك مشط. ده هتسرح له كمان. بالراحة بالراحة يلا. لا وبيضحك وشاب يعني شاب. الدكتور عوني يا جميل يا حلو، اهلا اهلا اهلا. وصلنا يا مدام. مدام اكتفينا، احنا وصلنا يا هانم. ها؟ اه في ايه يا صلاح؟ لا 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 خليك براحتك، ولو عايزين اتمسمر هنا لغايه الصبح مش هرمش، احنا كلنا في داك يا ست هانم. في ده ايه ايه الكلام الفارغ ده؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ انا لحم اكتفى من خيرك يا ست هانم، وقليل الاصل بس هو اللي ما حسش بوجع الغاليين عليه. وانا بصراحه حاسس بيكي من ساعه ما شفت الاستاذ حسن اللي معاه. أنا مش قليل الأصل يا ست هاني. كل واحد باخد نصيب، وأنا راضي بنصيبي الحمد لله. يلا روحي. سلام يا ست هاني. الشر واقفه كده ليه يا ست تينا؟ مالك تينا؟ تينا يا وحي البرك. خلاص قلت لك مليون مره اسمي تينا. تينا قولي ورايا. تينا تينا تينا. خلاص حفظتها. ها تينا تينا تينا، كلنا كده عايزين تينا. انت بتترقصي، انت بترقصي، شوفي نفسك فين؟ في الكتاب. والله العظيم لولا ان انت متربيه عندي وانت عندك 5 سنين كان زمان يا شيخه فسيتك. الدكتور عمر فين؟ لسه ما جاش. وسامة يا فضحتي؟ فضحتك؟ ست سما، ست سما هي نايمة فوق من بدري. والله؟ اه. جبتيها لوحدك دي؟ اه. أنا مش عارفة البنت دي بتشرب وبتاكل إيه؟ بيخلي جسمها ودماغها تخان في وقت واحد. في حاجة تعمل كده الاتنين في وقت واحد؟ هدي نفسك بس، هدي نفسك. ست تينا. تينا تاني؟ نعم يا زفتة. أحضر لحضرتك العشاء؟ لا، هاكل لما الدكتور يا عمر يوصل بإذن الله. خلاص اروح اتعشى انا، ولما الدكتور عمر يوصل ابقى اتعشى تاني، ما فيهاش مشكله. ايه جو افلام الرعب ده يا رنا؟ وطى صوتك ما توديكيش في داهيه. انا خايفه عليك، القلق مش حلو للي في سنك. اوه تحت طيني من اولها. ماشي بلاش صوت الكعب ده. دي جزمه بس كعبها عالي، وبعدين مش عاجبك شيلني. شيلك طب ما تخليكي جدع وشيليني انت. طب خلاص خلاص اقلعي. اقلع هنا؟ يخرب بيت الجن وصور. انت فاهمه غلط، فاهمه غلط. ايه؟ الجزمه. الجزمه هو انا اللي كنت فاكره. لا ما تفتكريش ما تفتكريش. لما نشوف جوه. انت يا مصيبه اللي اسمك زفت هنادي.
كفالة الشر فيه ايه؟ انت مش قلتيلي ان سامة نايمة فوق في اوضتها؟ هي اللي قالت لي اقول كده يا ستي. يعني بتسمعي الكلام يا هي وتكدبي عليا انا؟ يا متنهلة على عينك؟ امال ايه يا نفتن؟ بنت راحت فين؟ الساعة واحدة دلوقتي ولسه ما رجعتش. يا لهوي العمر يرجع قبل ما هي تيجي، تبقى مصيبة. استرها علينا يا رب والنبي يا كريم. يا رب انت كريم يا رب وعالم بحالنا. نفسي اعرف البنت دي بتنام بتروح. اه الباب يخبط الحقي شوفي مين. خلاص هي جت اهي بس عشان ما تبقيش تظلميها يا ساتر. ايوه يا ست سامة جايه اهو. فين ستك تفيلة؟ يا فين؟ في ايه؟ الحقينا يا ست هانم الحقينا. مصيبه يا ست مصيبه. مصيبه ايه يا متنطة؟ شكرا غازة تصبح الخير. راح علي يا عمر، هي برضه لسه صغيرة. والكلب ده مش عارف انها لسه صغيرة؟ معلش كان لازم برضه نسمعه ونفهم منه اللي حصل. اسمع ايه؟ اسمع يا غازي، هو ده في كلام؟ انا لولا ان انا قلقان من الفضيحة كنت كسرت دماغه. معلش ما هو قال لك برضه ان هو قابلها صدفة. صدفة صدفة. تصبح على خير انت حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. اهلا يا هانم، شرفت. كنت فين يا بنت؟ كنت في 60 داهية. سيبوني في حالي بقى. 60 داهية؟ استني عندك. ايه ده؟ انا مش فاهمه العبارة دي كلها على ايه. ما انا قلت لك شفته صدفة. انت عايزة تضربي؟ عمر استنى بس. قولي ايه اللي حصل؟ عملت مصيبه مش كده؟ اصل احكي لي. اهبك. طب اهدى عشان خاطري احكي لي ايه اللي حصل. يا دي الليله السودا. طيب عندك بتعمل ايه؟ انا يا دكتور بتعمل ايه؟ ما هو اصل المصايب لما بتهل علينا بتهل علينا بالجملة. مصايب؟ مصايب ايه تاني؟ احنا نقضيها كده على طول بالهمسي؟ مفيش باللمسي. وبعدين ده انا خلاص حيلي تهد ووسط اتكسر من رأس السكتي ده. يا بيت يا بنت اللي بنعمله ده زي اللومة بتتنظر. احنا كمان مش عايزين حد يزورنا. يلا جميل. شايف يا دكتور؟ شايف عمك المحترم عامل ايه؟ شفت جايب ايه في بيتك؟ بيتك المحترم اللي فيه ناس محترمة؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا عمي ده؟ ايه القرف ده؟ خمرة ونسوان في بيتي؟ مساء الخير. اتفضل يا مس. المس بتاعتي جايه تديني حصه ايروبكس. هو ده اسمه ده بقى ان شاء الله؟ في ايه؟ ازاي تظنوا فينا الظن الوحش ده؟ اه ده هي كده انتوا احرجتوها خالص، كسرتوا بخاطرها. والله العظيم ثلاثه، لولا انك عمي كان زمان دلوقتي ببلغ عليه بوليس الاداب. والله إيه عندها حق، والله عندها حق. طب نقي تشوز هتهالي وتعالى ابص لك عليها الاول على الاقل نطمن. عمر انا قصدي ده بيت محترم. الكلام ده ما حصلش في البيت المحترم. ايوه في اماكن تانية تعمل فيها المسخره دي، ولو مش عارف قول لي وانا اقول لك اسمها ايه. هيا الزح، المكان هنا مشبوه. طب ينفع اسالك انا على الاماكن دي اسمك ايه؟ عمر. اسمي عمر. كان زمان وخلاص. تبني بقولك يا اخويا. ايوه في ايه؟ انا بدل ما هجيب البوليس لواحد هجيب بوليس الاداب لاتنين فيكم. مغاوري يا فندم لم الزباله دي وارميها بره. حاضر يا ست. بره. يلا مغاوري يلا، ما تسيبش منها ولا حته. حرميها. حاضر. وانت حسابك معايا بعدين. خدها مغاوري خدها، ربنا يستر على ولاياك. حاضر حافظ بيها. خدها يا ابني. امشي امشي يلا. ايوه امشي معايا يا حلوه. ما قلتليش انت عندك كام سنه يا مغاوري؟ ماشي في ال 32. يا اختي صغنونه. قدامي امشي يا بنت قدامي.